السلام عليكم. وجد فريق من الباحثين العاملين في مركز برنشتاين لعلم الأعصاب الحسابي في برلين أن الحزمة العصبية في خرطوم الفيل هي واحدة من أكبر الهياكل المعروفة من نوعها، ويرى الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن خرطوم الفيل قد يكون أحد أكثر أجزاء الجسم حساسية في مملكة الحيوان. طلاء جديد لحماية مرضى الفشل الكلوي عند غسيل الكلى. طور فريق من الباحثين طبقة للغشاء الاصطناعي المستخدم لتنقية الدم أكثر توافقاً مع الجسم، ويأمل الباحثون أن يساعد هذا الابتكار الذي يواصلون اختباره وتطويره في تقليل الالتهابات والآثار الجانبية التي يعاني منها مرضى الكلى. يمكن لمصادر الضوء الرائدة أن تزيد من فعالية وأمان نقل المعلومات الكمية. في المشروع الجديد سيقوم باحثون بتطوير مصدر فعال ومضغوط ويمكن التحكم فيه للفوتونات المتشابكة. يعتمد نهجهم على تقنيات علوم المواد الحديثة التي تجعل من الممكن إنشاء طبقات من ذرات مفردة مثل الجرافين أو النيتريد البورون أو ثاني كبريتيد الموليبدينيوم وتخصيصها لتشكيل هياكل مخصصة. يمكن لأجهزة الكمبيوتر الكمومية الفردية المترابطة أن تشكل إنترنت كمي يمكن من خلاله إجراء الحوسبة الكمية الموزعة. إن أي محاولة للتنصت ستكسر التشابك، وهو أمر يسهل اكتشافه. تظهر الأقمار الصناعية أن جبلاً جليدياً ضخماً يعرف باسم ميغابورغ A68A أطلق بعد ذوبانه 152 مليار طن من المياه العذبة، أي ما يعادل 20 ضعف حجم بحيرة لوخنيس أو 61 مليون حمام سباحة أولمبي للحجم. دخلت البحار حول جزيرة جنوب انتاركتيكا في جنوب جورجيا عندما ذابت، مما أثار مخاوف من أنها قد تضر بالنظام البيئي الهش للجزيرة. تصنيع خلايا البيروفسكايت الشمسية بقطعة ورق فقط. لاحظ العلماء مصادفة وأثناء تجربة أدوات تطبيق مختلفة لينة أن أفضلها هو الورق الذي يمتلك الخصائص الأكثر فاندة للمسامية والنعومة، وكانت أعلى كفاءة من سابقاتها. التواجد في الفضاء يدمر المزيد من خلايا الدم الحمراء. أظهر تحليل ل14 رائد فضاء أن أجسامهم دمرت 54% من خلايا الدم الحمراء في الفضاء، أكثر مما تفعل عادة على الأرض. إلى اللقاء مع نشرة جديدة من جديد العلوم. دمتم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.